دلوقتي الدكتور بتاع الدكتور محمد فتحي بقى طبعا بشكر الدكتور سامر وبشكركم على الميتنج الجميل. معلش اتاخرنا قوي، اعتقد الناس كلها نامت خلاص. يعني محاضره صغيره خالص، حوالي 200 سلايد، هنشغل الوقت معاها ان شاء الله. يعني الدكتور سامر قال لي ان المحاضره جنرال، يعني انا طبعا ترانسبلانتيشن كموضوع كل نقطه هنتكلم فيها دي محاضره، فانا بس الغرض فكره عامه عن القصه واحنا ليه بنتكلم على الترانسبلانتيشن. كتاريخا يعني كده الترانسبلانتيشن الحقيقه ابتدت اول الستينات في الريدم، لكن الاكشوال هيستوري بتاع الترانسبلانتيشن الثمانينات. وليه الثمانينات؟ حصل تو ايفنتس مهمين قوي، الانتروداكشن بتاع سايكلوسبورين والانتروداكشن بتاع الرول او اللو اوف دي كاتابيريك. قبل كده كان في ترانسبلانتيشن بس الريزلتس قليله وحشه، وبالتالي ما كانش مشهور قوي. طبعا ابتدت الاول بالحيوانات، ده اول كان بيتزرع له ليفر، وده ستارز اول واحد عمل ترانسبلانتيشن بني ادمين بسكسسفول سيريز. انا حاطط ليه صوره ايريك بيناتا عشان نفهم يعني ايه ترانسبلانتيشن ليفر. ده لعيب كوره، هنبص على التواريخ كده، احنا في ابريل 2012 عمل ليفر ترانسبلانتيشن، بعدها بشهر خرج المستشفى. في ديسمبر اتسمح له ان هو يبتدي يتمرن. بعد العمليه بسنه تقريبا كان بيلعب في الدوري الاسباني ولعب 56 دقيقه في الماتش. يعني دي بالنسبه لي هي دي المسج، اللي هي ترانسبلانتيشن ده مش معمول عشان عيان يعمل بروسيجر وينام في البيت، لا. ما اعتقدش ان في حد فينا هيطلب منه مجهود اكتر من اللي يلعب كوره في الدوري الاسباني. دي فكره الترانسبلانتيشن. الليفين دونر طبعا جه متاخر خالص عن الكادافيريك، ويمكن اول سيريز للاطفال كان بروش بتاع المانيا، بس هو ساعتها كان في امريكا، وابتدينا الاول بالليفت جرافت بعد كده الرايت لوب جرافت. في مصر ابتدينا 2001 واحنا ما كناش اول فريق، ما كنا تاني فريق، فرق بينا وبين دار الدكتوراه كان شهرين حقيقة، هم زرعوا عندنا بشهرين. طب نسال نفسنا احنا ليه نعمل ليفر ترانسبلانتيشن اصلا؟ ده كوستي اوبريشن، يعني بيتكلف كتير قوي، واحنا بلد فقيره مش مفروض ان احنا نعمل بروسيجر زي كده، وكلام منطقي فعلا. بس لحد دلوقتي الزراعه تقريبا ببلاش. معظم المراكز يا اما بيعمل مبادره او حاجات زي كده، او بيكون في دونيشن، وبالتالي انا بالنسبه لي العيان اللي هيعمل هيباتكتومي هيكلف اكتر من ترانسبلانتيشن، مفيش حد بيعطيك الهيباتكتومي، لكن في ترانسبلانتيشن اقدر اعمله عمليه ببلاش. فموضوع الكوست ما عادش خلاص مشكله بالنسبه لي. كان دايما برضه السؤال الثاني، احنا دوله فقيره وبالتالي المفروض الفلوس، يعني عيان مثلا بيتكلف 300,000 جنيه، ال 300,000 جنيه ده انا ممكن اعمل 20 كوليكتومي وبالتالي اخفف 30 واحد ثاني، واحنا بلد فقيره ف مش مشكله واحد يموت بس 20 واحد تاني يعيش. كلام برضه سنس لوجيك، لكن لازم نبص لها من ناحيه ثانيه. تعال نبص السيناريو العادي للعيان ان ستيج ليفر ديزيز تشايلد سي، ايه اللي بيحصل فيه؟ العيان دوت هيجي لحضرتك في الاستقبال بهيماتيسس، هتدخله الرعايه وهتديله بلاد ترانسفيوجن وهتقعده كام يوم في الرعايه، يخرج المستشفى. الدخله دي تتكلف قد ايه؟ 40 50,000. حتى لو هي في مستشفى عام فري هي الدوله اتحملت ال 40 50,000. طب القصة دي تتكرر معاك كام مرة؟ مش أقل من 3 أو 4 مرات. يعني عندك تكلفة قد إيه في الآخر؟ 200,000 250,000، وفي الآخر حصل إيه؟ مات أكيد. يعني أنا في الآخر دفعت 250,000 في عيان عشان يموت في الآخر. وبالتالي لو إحنا دولة فقيرة يبقى أنا محتاج إن أنا أزرع مش أسيب العيان، لأن ده أرخص لي. الكلمة الثانية دي العيان اللي بيزرعوا كلهم بيموتوا. هل احنا فعلا هاي مورتاليتي؟ الاوبرتيف مورتاليتي الحقيقه من 5 ل 10%. طب ال 5 years survival بتاعتنا قد ايه؟ احنا بنتكلم ب 85%. يعني والارقام دي كمان تو ماي مايند هتتحسن شويه كمان احسن من كده، لان جزء كبير من الجرافت كنا بنفقده من بتاع السي
دلوقتي بعد الزراعه المادي انتي بارا تريتمنت بيخفوا كلهم وبالتالي هقدر احافظ على الجرافت. طب في ريسك على الدونر، الدونر ده بيموتوا من العمليه بالدونيشن، في طبعا ريسك، بس الريسك ده قد ايه؟ 0.1 احنا تجاوزا بنقول 0.5%. رقم صغير بس مزعج برضه، وده بيخلينا كوشس قوي في الدونر، بيخلينا نرفض كذا دونر لاي ريسك فاكتور موجود عند هذا الدونر. وبالتالي لما نبص للسلايد كده، لا الترانسبلانتيشن فعلا حاجه احنا محتاجينها وحاجه اوف فاليو بالنسبه لنا. طيب السؤال الثاني، ازرع عيان امتى؟ لا خلاص احنا وصلنا هنزرع عيان، امتى اقول العيان ده يخش في الترانسبلانتيشن؟ انا المقياس بتاعي انا عارف ان العمليه دي فيها مورتاليتي، مورتاليتي قد ايه؟ هنقول 10-15%. يبقى لو العيان ده انا سبته في حاله والمورتاليتي بتاعته في حاله دي اكتر من 15% هزرعه. عشان كده هنعمل تشايلد سكور. انا عندي عيان تشايلد اي وبي وسي. عيان تشايلد اي ده الوالي السرفايفل بتاعته 100%. حتى لو زرعته الوالي السرفايفل بتاعته 85% يبقى انت خسران ما ينفعش تزرعه. طب تشايلد بي 81%، 81-85% ما تفرقش وبرضه ما تزرعوش. لكن تشايلد سي الوالي السرفايفل بتاعته 75%، وبالتالي ده لازم يتزرع. يبقى احنا كده مين اللي هنزرعه؟ اي عيان هيتحول الى تشايلد سي بغض النظر بقى ايه السبب بتاعه، يطلع بقى هباتيتس بي، يطلع سي، اوتو اميون، كريبتوجينيك، اي حاجه وصلت كده بلس شويه حاجات مليجرنت هنقولها دلوقتي. وبالتالي انا عندي الانديكيشن بتاعي ايه؟ الان ستيج ليفل زي ما قلنا ريجاردلس الايتيولوجي بتاعي ايه؟ او العينين النقطه الثانيه كان فيها الهباتيتس بي وهباتيتس سي دول بيزرعوا عادي جدا. طب الفيروس، هل الفيروس ده هيحصل ريكورنس دي تاني في الجرافت اللي انا حطيته؟ طبعا. وعشان كده في العين الهباتيتس بي فيروس لازم يبقى الهباتيتس بي نيجاتيف قبل الزراعه. يعني لازم ياخد الانتي فيرال تريتمنت والبي سي ار يبقى نيجاتيف قبل ما يزرع. وبيمشي بعد كده على انتي فيرال تريتمنت بعد العمليه. كنا ساعات كنا قبل كده ندي الهيبابيك والحاجات الانتي بادز، يمكن دلوقتي ابتدت القصه تتغير شويه. هباتيتس سي فيها ديبيت شويه، هل تعالج العيان قبل الزراعه ولا لا؟ لان المشكله العيان ساعات بيدي كومبنسيت لو خدوا الانتي فيرال تريتمنت، فبنفضل ان احنا نزرع العيان وبعد 3 اشهر من الزراعه يدي له انتي فيرال تريتمنت. الانديكيشن بصفه عامه للترانسبلانتيشن عندي بيدياتريك وعندي ادلت. مش هنتكلم عن بيدياتريك دي قصه طويله. بالنسبه للادلت انا عندي حاجات بيناين ليجنز او بيناين كونديشنز وماليجنانت. البيناين برضو عندي اكيوت وعندي كرونيك. الاكيوت اللي هي الفارمنت هيباتيتس والكرونيك سواء كانت هي بقى فيرال هيباتيتس والستاتيك اند اذرز. وعندي حاجات ماليجنسي. هل الماليجنسي بيتزرعوا؟ طبعا عندي حاجتين البرايمري والسكندري. ما عنديش حاجه سكندري ممكن ازرعها غير الكارسينوز الوحيد اللي مسموح بيه. طب البرايمري هي الاتش سي سي. هل ممكن ازرع الكولانجيوكارسينوما؟ المفروض لا، الكولانجيوكارسينوما از كونترا انديكيشن. ولكن في حاجه اسمها ميو كلينيك بروتوكول ان هو بيسلكت العيانين هايلر كولانجيوكارسينوما، بياخد لهم بيفتحوا العيان وياخد بايوبسي ويتاكد ما فيش لينف نود بوزيتيف ويدي براكي ثيرابي او انترا اوبتيف راديو ثيرابي ويدي كيمو ثيرابي وبعد كده يزرعوا. ولما عملوا القصه دي لقوا فعلا نتائج فعلا كويسه، بس طبعا يعني بروتوكول صعب جدا جدا و تنفيذه يكاد يكون في مصر يعني ايه شيء مستحيل. فبالنسبه لنا احنا اللي بنزرعه اساسه ال اتش سي سي. اتش سي زي ما البروفيسور بيتكلم احنا عندنا كرايتيريا. كرايتيريا دي في الاول كانت فكره الزراعه ان انا عايز اعمل ريسكشن للتيومر. طب لو التيومر واخد الليفر طب تشيل الليفر كله. باللوجيك كده لما اشيل الليفر كله والتيومر ما بقاش يعني هيخف. لكن هم وجدوا ان كتير قوي من اللي زرعوهم لهذا السبب حصل لهم الكرز، وبالتالي ابتدوا يراجعوا مين رجع ومين ما رجعش. اول كريتيريا طلعت حقيقيه اللي هي الميلان كريتيريا اللي بيقول لك الليمت سبان ليجن لو هو سنجل 5 سم، لو هو مالتيبل ليجن 3 بس الكبير مش اكتر من 3 سم. لما عملوا هذه الكريتيريا وطبقوها على العيانين لقوا ان العيان السرفايفل بتاعه زي العيان ما عندوش اس سي. فدي جولد ستاندرد بتاعنا الميلان كريتيريا. ولكن طمعنا شويه فحسينا ان اللاين كريتيريا از تو ريستريكتيف، يعني ممكن ان انا عيان يستفيد من الزراعه وهو بره الميلان. فعملوا اليو سي سيت كريتيريا، هنلاحظ ان هم زودوا في كل حاجه. ليجن اللي كان 5 سم سبعه والله 6.5 سم، والثلاثه ليجن اللي كان اكبرهم 3 سم بقى 4.5 سم. وبرضه لما استنى القصه دي
وجدنا ان ستيل ريكرنس ريت زي الميلان فبرضه طبعنا اكتر. فدخلنا في الكريتيريا في من الهونج كونج طلع حسبنا الهانجزو كريتيريا وصل لغايه 8 سنتيمتر واب تو 7 كريتيريا. واللي عملها مزاتيرو هو نفس اللي عمل ميلان كبر عمل ايكويشن كده غريبه شويه قال لك رقم 7 7 يعني ايه؟ اشوف عدد الليجن بلس السايز اوف اكبر ليجن فيهم لو الاثنين دول على بعض 7 او اقل اقدر ازرعه. لكن نبقى عارفين السلايد دي شهير قوي بيسموها مترو تيكتس ان هو ان انت عشان تركب مترو تروح محطه بعيده اللي هي عندنا ليجن اكبر هتدفع فلوس اكتر معناها ريكرنس اكتر. يعني انا لو انا ستريكت تو ميلان كريتيريا اكيد دي احسن نتائج. كل ما هتكبر الكريتيريا هيجي على حساب الريكرنس بس ستيل تنقر ايه ايه. ودي النقطه اللي كنت بتكلم فيها الداون ستيجنج بقى ده الحاجه اللي طلعت دلوقتي ودي احنا يعني بنابلاي دلوقتي في كل السنترز عندنا معظمهم بيابلاي داون ستيجنج كريتيريا اللي هو ما عادش مهم عندي قوي السايز. المهم ان انا عيان دوت عملت له حاجه اسمها تيست بايولوجيكال بيهيفير يعني انا اديته البيس عملت له اي حاجه واستنيت عليه 3 اشهر ل 6 شهور. لو التيومر ده فضل ستيبل 3 اشهر او 6 شهور بس الالفي بروتين مش عاليه ساعتها ممكن ازرعه. يمكن بنختلف في كلمه الالفي بروتين دي مش عاليه ايه؟ احنا بالنسبه لنا 200 كنا في الاتش سي ميتنج اللي كان معمول في اسكندريه ويحطوا جايد لاينز ايجيبشن جايد لاينز بتوع جامعه القاهره بيقولوا لا احنا لغايه 1000 اقل من 1000 بنزرع فوق ال 1000 ما بنزرعش. وحتى احنا عملنا ريكومنديشن ان احنا نعمل استدعاء القصه دي قلت لهم انا تو ماي مايند يعني فوق ال 200 او فوق ال 400 دول الكرنس ستيم بيبقى عالي قوي لكن هم بيزرعوا اقل من 1000 يعني فوق ال 400 بيزرعوا من بره. طيب ده بالنسبه لعينين بريجنسي. الحاجات الثانيه بتتزرع زي ايه؟ الفارمنت بلاتس. الحقيقه الفارمنت بلاتس من الحاجات السخيفه جدا والصعبه جدا في الليفنج دولار. صعوبتها في كذا حاجه، صعوبتها في الحاجه الاولانيه ازرع انا ولا ما ازرعوش. مشكلتي دايما بتبقى في ايه؟ عين الفضل ده نورمال ليفر بس هو جاله هباتس ايه مثلا ودخل في الفضل. العين ده لو حضرتك سبته ممكن يموت ولو سبته ممكن يخف لوحده ولو انا زرعته وكان هيخف يبقى انا كده ضيعت عليه فرصه ان يعيش من غير ترانسبلانتيشن عرضت له العمليه وعرضت له مين سابوش مدى الحياه. طب انا الميزان ده بيبقى صعب جدا او يعني مش سهل اقول مين العيان اللي في الغالب مش هيخف ويحتاج زراعه ومين العيان اللي في الغالب هيخف واستنى عليه. عشان كده طلع كذا كريتيريا في حاجه اسمها كينجز كولج كريتيريا وفي حاجه يعني كذا حاجه بيحسبوا فاكتورز. الحاجه اللي بنعمله دايما ان حتى الفاكتورز ديت از دايناميك بروسس يعني ايه؟ يعني العيان بحسب له الحاجات دي اقول ده محتاج زراعه احضر المتبرع وكل يوم بعيد له كريتيريا تاني وانا بحضر المتبرع ممكن اثناء التحضير يتحسن يطلع براه مش هزرعه. النقطه الثانيه الصعوبه في الفرمنت انك عايز مطلوب منك تحضر دولار في خلال يومين ثلاث ايام بالكثير بس خلال ثلاث ايام دول هتعمل كل الورك اب اللي هو بيعمله في اسبوعين ثلاثه ما ينفعش تمس حاجه واحده بس عشان ده مستعد. وبس دي عملناها احنا يمكن زرعنا حوالي 6 أو 7 عينين فرمنت بتاعتس. الكوليستاتيك ديزيز زي سكولز الجونجايتس برايمري بيليس روز الحاجات دي كلها عندي حاجات مين العيان اللي احطه ليستنج وفي عيان هزرعه مش معنى ان حطيته ليستنج ان هو لازم يتزرع. مين اللي حط له ليستنج؟ عند شايلد سكور 7 او انت طالع او العيان عنده بورت هايبرتنشن عنده فاليس عنده حاجات زي كده ده مش انديكيشن ترانسبلانت لكن ده حاطه على الويتنج ليست. امتى هزرعه؟ لو البلوم بتاعي هنا على 10 او ده يحصل كوموربيلتي زي البرويتس زي والانتراكتيف برويتس يعني بروجريسيف بون ديزيز او ريكارد كونجايس عن كل اسبوعين ثلاثه بيخشوا المستشفى كونجايس. زي ما قلنا الاذرز ايه الحاجات الثانيه ممكن تتزرع ان ستيج اي حاجه تطلع بات كياري اوتو اميون كريبتوجينيك اي حاجه الكوليك يبقى دي الاندكيشن بتاعتها للترانسبلانتيشن. طب ايه الكونترا اندكيشن؟ الكونترا اندكيشن يعني مثلا واحد الكوليك وهو دلوقتي بيشرب الكول ازاي كونترا اندكيشن؟ لازم يبطل على الاقل 3 شهور أو 6 شهور. الاكتيف سيستميك انفكشن قلنا كل المالينسي كونترا اندكيشن عند حاجات مسموح بيها. بعض السيكاتريك ديسوردرز الليك سوشيال سبورت الحقيقه دي مشكله عندنا في مصر ما
عندنا السوشيال وركر، وبالتالي ساعات عايز نزرعه نفقد العيان جاست اللي هو الفول اب بتاعه مش عارف يجي او مش عارف ياخد التريتمنت بتاعه. طيب خلاص احنا كده وصلنا عرفنا ان احنا هنزرعه ومين نزرعه وامتى هنزرعه، نوصل ازاي هنزرعه. هنزرع عندي دونر وعندي ريسيبيانت. مين الدونر؟ دي الكريتيريا العاديه بتاعت الدونر، جنرال كريتيريا، اللي هو سنه من 18 ل 45. في ناس بتزرع 50 و 55 و 60، بس احنا زي ما قلنا ريستريكتيف شويه الكريتيريا بتاعتنا عشان احنا نخاف على المتبرع بزياده شويه. البي ام اي اقل من 30، البلاد جروب ذا سيم. طبعا في كلام على ان احنا نزرع ديفرنت بلاد جروب ليهم بروتوكول معين في الميون سبريشن في التحضير قبل العمليه. ما عملش اي ميجور سيرجيكال اوبريشن، كل ستيكتومي احنا بنرفضه كدونر. مفيش ميديكال اندس يعني دايبيتس هايبرتنشن سكول كونديشن. البري اورتو بريبريشن بتاع الدونر هنحضر نشوف كل حاجه فيه. لازم كل اللاب اللي انت تتخيلها بتتعمل له تبقى كلها نورمال انكلودنج الحاجات الكواجيليشن والحاجات البلاد ديزيزز. ايميجنج ستادي، انا عايز اشوف ان الجرافت اللي هاخده دوت ليه بلاد سبلاي مظبوط، ليه بايوباكس مظبوطه، ليه اوت فلو مظبوط للدونر وللريسيبيانت، وبناخد في الاخر بايوبسي. ودي طبعا ستيتوزس ارقام معينه يعني ما نتعداهاش. دي صوره للحاجات الايمجنج اللي احنا بنعملها. طيب الريسيبيانت انا بحضره ايه التحضير بتاعي؟ انا عايز اجاوب على ثلاث اسئله. هل هو انديكيتد للترانسبلانت؟ هل هو فيت فور ذا اوبريشن؟ هل عنده اي سيبتيك فوكس؟ الثلاث حاجات دول تقريبا دي الحاجات اللي الورك اب بتاع الريسيبيانت قبل العمليه بنشتغل عليها. العمليه بتاعتي انا هاخد رايت لوب او ليفت لوب بناء على ايه؟ انا عايز احقق حاجتين. عايز ادي الريسيبيانت جرافت وزنه لا يقل عن 8% من الوزن. وعايز اسيب للدونر حته ليفر ما تقلش عن 5%. الكلام ده بقى يتحقق برايت لوب ليفت لوب ما تفرقش معايا. على حسب طبعا وزن الريسيبيانت نفسه، ساعات الاقي الريسيبيانت راجل 40 كيلو والاقي الليفت لوب كبير فاقدر اخد الليفت لوب. او معظم العينين بيبقى العكس فكان ناخد الرايت لوب، يعني كلمه رايت او ليفت معتمده على الجرافت فوليوم والريزيديوال ليفر فوليوم. البوست اورتيف كير بتاعنا كل العينين بيمشوا على اميون سبريشن فور لايف. طبعا بنبتدي دايما في الغالب بثلاث حاجات، ستيرويد و سايكوسبورين او بروجراف، وبعد كده وستسبت مثلا وبتقل الاسترويد بتقف عند ثلاث اشهر وبقت ادويه بتمشي فور لايف. بنقلل الدوزز لغايه نوصل اقل دوز ممكنه بحيث انها تعمل كنترول للريجكشن وفي نفس الوقت ما زودش الانسس اوف انفكشن لهذا المريض. كومبليكيشن مش هنخش في الديتيلز بتاعتها، بتقسم حاجات سيرجيكال كومبليكيشن زي الفاسكولار. طبعا انا فكره ترانسبلانت انا حطيت ليفر دخلت له دم ودخلت له بايل داكت واخرجت منه بايل داكت وعندي اوت فلو، اي حاجه من دول مشكله. الارتري وهو داخل ممكن يحصل ارتري ثرومبوزس ستيروزس، البورتال فين يحصل نفس القصه، الاوت فلو عندي يحصل فيه مشكله. يمكن اشهرنا في كل القصه دي البيلاري، والبيلاري البيلاري بروبلمز في الليفنج دونر بالذات غير الكاداتيري، لا انسنس عالي جدا. عالي ده يعني ايه؟ بنتكلم في حوالي 25% من العيانين بيجي لهم بيلاري كومبليكيشن ذا فورم اوف باي ليك او بيلاري ستكشر. يمكن احنا عملنا موديفيكيشن في التكنيك بتاع البيلاري اسموزس حسن النتائج دي، نزلنا من 25% او 30% نزل 12-13%، ستيل برضه رقم سيجنفيكت. ميديكال كومبليكيشن زي ريجكشن، انفكشن، ريكارنس، رينال امبيرمنت، ودي من المشاكل الكبيره قوي اللي بتقابلنا لان معظم الاميون سبريشن او اللي هم اللي حالتنا الاثنين الميورال والبروجراف الاثنين نيفروتوكسيك دراكس، وبالتالي ممكن هم او لو العيان الكيمي بتاعته قبل الزراعه بوردر لاين في الغالب هو محتاج يا اما دايلسيس يا اما ترانسبلانتيشن للكيمي بعد الترانسبلانت. ولو عيان كيمياته من قبل العمليه عالي ساعات بيبقى افضل لينا نعمل كومبايند ليفر وكيدني ترانسبلانت، وعملنا كذا مره. نفوت الحاجات اللي يعني تقريبا احنا خلصنا كده الحاجات الاساسيه. هنوريك بس شويه حاجات موديفيكيشن احنا عملناها في الترانسبلانت.
يمكن في موضوعين اساسيين اللي هو البورتال فين ثرومبوزس. البورتال فين ثرومبوزس من الحاجات اللي الحقيقه كتير قوي بنقابلها دلوقتي في الزراعه، وما انا مش عارف الدكتوره اميني تفسر لنا هذه القصه. انسنس انا شايف معاني جدا مرتبط بالكوفيد والله من قبلها، بس يعني هو في السيروس هو عادي لان احنا حضرتك عارف ان السيروس في الكرانك دي عايز يكمل، بس كتير قوي بس مع الكوفيد زاد، والناس اللي بيجيلهم كوفيد بنلاحظ ان هي تقريبا بتمشي مع بعض، يجيله كوفيد يجيله بورت فينس ومتعلمه ليه يعني سامسونج براسبرايتس. يعني من الحاجات المشاكل الكبيره قوي اللي عندنا احنا الحياه البورتال فين ثرومبوزس ده موضوع كبير قوي. الشوط كده هنقسمه لاربعه جريدز على حسب الثرومبس دي واخده ايه بالظبط. هل هي واخده بارشل بورتال، واخده كومبليت بورشل ده بورتال، خدت بورتال والابر بارت سيوز انتريك، ولا خدت بورتال وكل سيوز انتريك. اهميه الكلام ده ايه عشان هعمل ايه العياده؟ هل كل دول يتزرعوا؟ لو انا عندي عشان كده لما جه يعني عنده بورتال فين ثرومبوزس دي كلمه واسعه، هو انهي جريد من دول؟ كل واحده فيهم ليها طريقه المانجمنت مختلفه. التكنيكال سوليوشنز بتاعتنا اشهر حاجه ان اعمل ثرومبكتومي، يعني انا هفتح البورتر واشيل الثرومبس منه. بس الكلام ده في الغالب هيبقى فين؟ في جريد 1 و 2 اللي هي بارشل واخده البورتر نفسه او اول ابر بارت بتاع السوليوز انتريك. لكن لو الثرومبس دي اكستندنج جوه السوليوز انتريك الثرومبكتومي هيبقى صعب قوي. طب ايه الاوبشنز الثانيه؟ ان انا هحاول ان انا ابايباس القصه دي، يعني ايه؟ يا اما اعمل جامب جرافت او ان ساعات حاجه ثانيه العيين ده لو عنده بورتال وسيريز انتريك مقفولين هيبقى عنده في الغالب كولاترال كلها رايحه ناحيه السبلين وناحيه على الليفت رينال فين. فانا استفيد بالقصه دي ان انا اخد الليفت رينال فين ده ازرعه في الليفر بجرافت عشان انا خدت كده كاني خدت بورتال فيو. هم جربوا حاجات ثانيه ان يعملوا بورتو كيفر انستموس، بس انت كده تدخل الليفر سيستميك بلاد مش مدخله البورتال سيركيوليشن، التاني الجرافت ما بقاش قوي. فبيبقى من الحاجات الكويسه ان انا لو لقيت ان الكولاترال رايح ناحيه السبلين وفي كولاترال على الليفت رينال قد استخدم هذا الليفت رينال، او ان الاقي اي كولاترال ايفن بيريكولودوكال فين حاجه من حوالين الهايلاند بس فيها بورتال فلو كويس احافظ عليه واوصله انا عايز ادخل اي بلاد فلو للبورتال. وده التكنيك بتاع الثرومبكتومي، ان احنا بنفتح البورتال ونمسك الثرومبس ونطلعها. حاجه كان عندنا دايما مشكله في الثرومبكتومي اللي هي ايه؟ احنا هنقص البورتال دي وهقلب البورتال كده الوول بتاعه زي الشراب كده واشد الثرومبس، وبعد كده انا ماسك تحت بساتينسكي قافل. طب انا هشد لغايه ما وصلت الحته الممسوكه بالساتينسكي، فمضطر انا افتح الساتينسكي. وقت فتحت ساتينسكي حصل بليدنج شويه، وبالتالي انا هفقد شويه دم اثناءها. تاني حاجه انت مش شايف كويس، فممكن ما تعرفش تعمل كومبليت ثرومبكتومي. عشان كده عملنا موديفيكيشن للقصه ان حاجه بين سيمبل، لو شفت في الصوره دي الصباع اللي ورا ده الكي بتاع الموضوع كله. انا بقلب الثرومبس وريكم فيديو ليها دلوقتي، بقلب الثرومبس البورتال فين عادي وشد الثرومبس وصباعي ورا البورتال فين قافل البورتال فين واشيل ساتينسكي. يبقى انا كده قافل البورتال فين من ورا بصباعي، فبالتالي مفيش بليدنج، اقدر اشفط واشوف بعيني الثرومبس اقدر اجيبها من غير تحت. ده فيديو سريع كده بس عشان انتوا الجراحين بيحبوا الفيديوهات بس مش عايز يشتغل. ساعات يعني في بعض الحالات اللي هو لو في بقى اكستنسيف ثرومبس بقدر بورتال ونازل عند سيوز انتريك المفروض نعمل نقلب البورتال فين نازل ولا بنعمل ثرومبكتومي، بس القصه دي ساعات ما تعمليش كومبليت
ثرومبكتومي. ففي حاله من الحالات ديت العيان دوت لما فتحته الثرومبس كانت فصل لغايه تحت، ففتحت البورتال بقى بالطول كله عشان احاول اجيب الثرومبس بتاع سبينز وكده. بس بعد ما عملنا القصه ديت وشلنا الثرومبس، الوول نفسه بتاع الكورتال فين الانتيريور وول كانت كلها اتهربلت خلاص من الثرومبس، وبالتالي عندي ديفكت في كل الانتيريور بورتال فين. لو انا قفلته هتغيره، فجبنا له جرافت. جبت له جرافت منين؟ دايما بحب ان احنا في الزراعه ما يرميش الليفر، الليفر ده مليان فينز. فرحت واخد الفينز ميدل مع الرايت باك فين والليفت باك فين، اخد حته فينس باتش وحطيناها على الانتيريور وول بتاع البورتال فين ووصلناها بحيث ان انا كاني بعمل نيو بورتال فين. حضرتك شايفين الحته دي، دي هي الجرافت. انا بثبتها الاول ب يعني اربعه ستيت سوتشر كده كاني بعمل حاجه زي فلانك كده، وابتدي اندر رانينج سوتشر نخيط الانتيريور وول في البوستيريور وول دي الجرافت في بقيه البورتال الموجود. طبعا كله بيبقى برولين 5-6-0. احنا هنا عشان نتخيل الساتينسكي دوت ده على بدايه البورتال خالص عند سويم زنتريك كده، واللي احنا ماسكينه دوت ده الجرافت الفينس جرافت اللي احنا واخدينها من الهيباتيك فينس اللي حطيناها على البورتال فين. ده المنظر بعد ما عملنا بعد ما وصلنا الانتيريور وول يعني على بتاع البورتال، والبورتال نفسه دلوقتي كده خلاص اهو مالي وعملنا ديكلايننج ليه. في حاله ثانيه اللي هي بقى كرافت. دي كان عيان بقى البورتال والسيوز تريك الاثنين كومبليتلي ترومبوست. فيمكن اللي احنا بنسلكه هنا ده ليفت رينال فين نقصناه حاطين ساتينسكي يعني قصينا من فصلناه من الكيفه وحاطط ساتينسكي على الليفت رينال فين، وهنجيب سنسيتيك جرافت اوصله عليه وبعد كده اوصل السنسيتيك جرافت ده في البورتال بتاع الجرافت اللي عندي موجود. يمكن الحاله دي كانت مشيت كويس الحمد لله. ليه؟ لان احنا كنا في اول حاله حبينا منها العام مات بعد العمليه على طول لمحاوله الثرومبكتومي. هو كان برضه بورتال سيريز تريك، حاولنا الاول نعمل ثرومبكتومي ما نفعتش فحطينا جرافت. بس الفكره اثناء الثرومبكتومي عندي جرافت قدام كتير جدا، فعشان كده في الحاله دي ما حاولناش نعمل ثرومبكتومي. احنا من الاول عارفين انها تبقى صعبه، فقلت لهم لا هنخش على طول على ليفت رينال فين وهننسى خالص البورتال فين دوت. الجرافت بناخدها نقصها كده سلاندنج عشان نكبر البوست بتاعتها بالنقطه، وهنوصلها عادي في الليفت ريال فين كونتينوس سوتشرز انتيريور وبوستيريور. ده كده كنا خلصنا يعني بين 2 ليرز انتيريور واروح قالب الفين على الناحيه الثانيه واخد البوستيريور بتاعه. ده المنظر تقريبا كده احنا كومبليت اناسموزس مع الليفت رينال فين. بعد كده بقى هاخده واوصله في الليفر الجرافت على البورتال نفسه. ده الانتيريور وول بتاع الجرافت في البورتال فين بتاع الجرافت اللي انا حاططها ده. طبعا ده حابين نفتح نطمن ان الفلو عندنا ماشي كويس.
لا في ناحيه السنسيتيف ما ينفعش تعمل جروس سايت لانه مش هيكبر معاك. بس يعني شوف الفلو الحمد لله كان كويس جدا. الجرافت دي عادي بتعيش يعني ولا ليها؟ اه بتعيش. يعني المفروض فعلا ان الماتشر جرافت احسن من السنسيتيف جرافت، بس في البورتر جربناها كذا مره لا عدت كويس فعلا. طبعا احنا قاعدين بقى لو لاحظتوا ان احنا ايه بنطمن على الفلو ده كمية دم بنفقدها التخدير بيصوت، بس احنا ايه يهمنا نطمن ان في فلو كويس. وده المنظر خلاص بعد ما خلصنا خالص. نشكر حضرتكوا معلش. دكتور محمد متشكرين جدا وشرفتنا ومرتين. اتفضل يا دكتور. متشكر بس باركو هتقول فوق في فرد من اسبوكي. عامل ايه؟ السلام عليكم. مساء الخير. في البدايه طبعا احب اوجه الشكر للبروفيسور دكتور سامر ودكتور سامر ان هم اتاحوا لنا الفرصه ان احنا نكون موجودين النهارده مع حضراتكم. مليان كورسكول سيشنز. احب بس في البدايه يعني نقول كابل اوف سلايدز كده نرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا موجودين مع حضرتك النهارده شركه فاركو فارماسيوتيكالز وشركه فاركو بي انترناشونال تو فارماسيوتيكال كومبانيز من ضمن مجموعه شركات فاركو كوربريشن اللي هي متواجده في سوق الدواء في مصر منذ قرابه تقريبا حوالي 35 سنه. فاركو كوربريشن عباره عن مجموعه من الهيلث كير كومبانيز منهم 6 كومبانيز بيعملوا في مجال تصنيع وانتاج وتصدير الادويه زي شركة فاركو فارماسيوتيكالز وشركة فاركو بي انترناشونال متواجدين النهارده مع حضراتكم. معانا كمان شركة العمرية الأدوية وشركة تيكن فارما وشركة الأوروبية وسيف فارما. اكشلي شركة فاركو زي ما قلت لحضراتكم هي شركة مصرية متواجدة في الدول في مصر منذ أكثر من 35 سنة. بننتج كل يوم قرابة 2 مليون عبوة، عندنا 8000 عامل متواجدين على مستوى الكوربريت. شركة فاركو كمان مش بس بتنتج أدوية لسوق الدواء في مصر، لا شركة فاركو بتصدر لأكثر من 58 دولة على مستوى العالم، منهم دول طبعا بتحتاج في الامبورتنج اوف زير برودكتس هايلي سبيسيفيكيشنز، ودي كلها موجودة في التصنيع داخل شركة فاركو. الفيجن بتاع شركة فاركو ازاي توفر للمريض المصري أدوية بفعالية مؤكدة وفي نفس الوقت بسعر مناسب لجميع الشعب. وعشان كده طبعا كتير من السيرتيفيكتس مجموعة شركات فاركو حاز عليها منها الجود مانيفاكتشرنج براكتس سيرتيفيكتس والاي دي اي والايزو. وطبعا شركة فاركو كمان متواجدة في سوق الدواء بشكل موحد بيميز المجموعة كلها زي ما حضرتك شايفين كده، ده الباكجينج الموجود حاليا دي المجموعة بتاعت أو مستحضرات شركة فاركو الأدوية. النهارده طبعا هتكلم عن تو برودكتس وزميلي الدكتور أحمد هيتكلم على برودكت لشركة فاركو بي. النهارده طبعا بنتكلم على مستحضر أو يعني انفكشن حضرتك بتشوفوه كتير وان كومنلي يور ريلي براكتس هو السيرجيكال سايت انفكشن. زي ما حضرتك عارفين السيرجيكال سايت انفكشن واحدة من الحاجات اللي ليها burden and dissatisfaction prevalence بتاعها قرابة حوالي 313 مليون حالة على مستوى بير يير على مستوى العالم. surgical site infections بتبقى constitutes حوالي up to 38% من حالات الcomplications لكل surgeons. surgical site infections costs up to $10 billion في التريتمنت انيولي. السيرجيكال سايت انفكشن طبعا زي ما حضرتك عارفين انكريز الهوسبيتاليزيشن ممكن اكتر من 3 تو 20 دايز. وطبعا الموست كومن اورجانيزمز اللي بيبقى سسبتبل ان هو يسبب السيرجيكال سايت انفكشنز طبعا الستاف سبيشيز. طبعا زي ما حضرتك عارفين الساينز والسيمبتومز بتاعت السيرجيكال سايت انفكشنز ان لازم يكون في بريلنج طبعا بقى في اورجانيزم ايزوليتد في
الكالتشر بلس طبعا السيمتومز اللي بتبقى اكمبانيت بالانفكشن والانفلاميشن اللي هي الدين والارثيما والاديما. طبعا السيرجيكال سايت انفكشنز في كتير من الفاكتورز اللي بتأفكت البريفلنس، منها طبعا زي ما احنا عارفين التايب اوف بروسيجرز، الديجري اوف كونتامينيشن، الديوريشن والارجنسي اوف اوبريشن. To avoid surgical site infections, ننصح بالuse of scrub and skin preparation antiseptic solutions وكمان البروفيلاكتيك أو use of prophylactic antibiotics. WHO recommended في use of antibiotic prophylaxis طبعاً أن يكون antibiotic لي spectrum بيكفر susceptible organisms especially the staph aureus والcoagulase negative staph. طبعا يبقى drug of choice لـ use of post-operative wound infection وفي نفس الوقت بيوصل بـ adequate concentration لـ tissue levels. بنقدم حلقة النهاردة صالبين ده أمبسلين سلبكتم antibiotic for injectable use intramuscular and intravenous trigger protection for perioperative infection. طبعا حضراتكم عارفين امبسيلين سلبكتم بيغطي طبعا مع حضراتكم الجرام بوزيتيف بكتيريا الجرام نيجاتيف والانيروبيك. السبيكترم طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيوصل البكتيريا ايراديكيشن مع الكومباينيشن دوت بسبب وجود البنسلينيز انهيبيتور اب تو 100% في كتير من السستبل اورجانيزمز. صلبين متواجد بسليب كونسنتريشنز جرام ونص 750 و375. طبعا زي ما حضرتك عارفين الدوز بتاعته بتبقى from 1.5 to 3 gram administered during induction of anesthesia، والدوز بعد كده بتبقى 1.5 every 6 to 8 hours ده بالنسبه للجرام ونص. وطبعا بالنسبه لتركيز 750 اللي هو بالنسبه للاطفال بنديه من 50 ل 150 up to 300 ملي جرام بير كي جي بير دي على 2 divided doses. المستحضر الثاني طبعا اكيد زي ما حضرتك بتشوف كتير من البيشنتس اللي بيحتاجوا انتيبايوتيك فور التريتمنت او بكتيريا ايريديكيشن، طبعا حضرتك بتشوف حالات كتير بتحتاج بوتنت انالجيسيك انتي انفلاماتوري. معانا ديكليفينفوس ساشيتس ده دايكلوفيناك بوتاسيوم 50 ملي جرام بير 2 جرام اكت رابيدلي تو رابيدلي اكت بيعمل ريزوليوشن للبين ويزن 30 مينتس. الديكلوفينفوس الدوزج بتاعته from 1 to 3 ساشيتس بير دي، العبوه عندنا 10 ساشيتس بطعم طبعا البيبر ميكانايز وده طعم البلاتابل بالنسبه للبيشنتس. سعر العبوه 18 جنيه. شكرا. لو في اي سؤال في المستحضرين وانا ليك ذا فلور تو ماي كوليج احمد. انا حابني واكمل على نوفل مولكيول من انتي بايوتيك واذر برودكتس. حابب بس ادي هنت ان احنا وصلنا شركه فاركو ان جنرال لتقريبا 2.5 مليون باك بتطلع في اليوم. كل يوم عندنا 2.5 مليون باك ديلي. شغال شغال.
لا عيني غمرت شويه عيني غمرت شويه طولنا قوي كتير قوي صعب الدرجه طيب انا النهارده هكلمكم على شركه فاكو بي، واحده من الشركات اللي موجوده في مجموعه فاكو كوربريشن. زي ما اتكلمنا من قبل حلو استاذ. طيب احنا عندنا ست شركات البرودوسنج الادويه، هم 8 شركات اوفرول بس هم 6، فاكو فارماسيوتيكلز وفاكو بي دي انذر سيستر كومباني لفاكو فارماسيوتيكلز. في تكنو سبيشاليزد في الادويه بتاعت الجينيكولوجي والفيرتيليتي، وفي شركه سي، في شركه اسمها العمريه وشركه اسمها الاوروبيه. هي مجرد ديفرنت كومبانيز للانتيتي الكبيره اللي اسمها فاركو كوربريشن. طيب هي فاركو بي انترناشونال ده ممثلها النهارده هي ديديكيتد في الانتي بايوتكس، في انتي بايوتكس سواء الكيفالوسبورينز او الاذر زي ما هنتكلم بعد كده كاربابينينز مولكيول في الانتي بايوتكس. هي سبيشاليست في كل ما يتعلق بالانتي بايوتكس سواء الكيفالوسبورينز بالجنريشن بتاعتها كلها. وتم انشائها سنه 2018 باسم فاركو بي، وكنا شغالين الفتره اللي فاتت الحقيقه على الكيفالوسبورينز من الفيرست جينيريشن لغايه الفورث جينيريشنز من الكيفالوسبورينز بجميع الادويه اللي موجوده فيها، زي مثلا دواء السيفوران في الثيرد جينيريشن الكيفالوسبورين. وريسنتلي في اخر 2020 عملنا نيو يونت للبرودكشن بتاع الكاربابينمز انتي بايوتكس زي ده اسمه الاميوبام او الميرنم والاميبانم وكمان الايتابان. طيب انا الفوكس بتاعي النهارده عشان ما اطولش على حضرتكم على برودكت من اهم الانتي بايوتكس اللي احنا ايمنج انها تكون موجود في البراكتس بتاعت حضراتكم اللي هو الالتراموكس. طيب ايه هو الالتراموكس اللي هنتكلم عليه سريعا النهارده؟ سيمبلي الالتراموكس از برودكت عباره عن اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد كومبينيشن في تو كونسنتريشنز من الالتراموكس 1 جرام و او 1000 ملي جرام و 625 ملي جرام. طيب ايه الفرق؟ دايما طول الوقت بنسمع ان في 1000 ملي جرام من الاموكسيلين كلافيولينيك او من الالتراموكس. طب ال 1000 دي عباره عن ايه؟ متقسمه لتو بارتس. اول بارت عباره عن 875 ملي جرام من الاموكسيلين انتيبيوتيك اتسلف و 125 بوتاسيوم كلافيولينيك او كلافيولينيك اسيد. فبالتالي الاثنين على بعض بيبقى نسبة 7:1 والاثنين على بعض الكونسنتريشن بيبقى 1 جرام. ده أول كونسنتريشن الترموكس 1 جرام. طيب الكونسنتريشن الثاني الترموكس 625 ملي جرام، وده عبارة عن 500 ملي جرام من الأموكسيسيلين و 125 ملي جرام من الكلافيولينيك أسيد، وده ثاني دواء أو ثاني كونسنتريشن بتاع الترموكس. طيب الميكانيزم اوف اكشن بتاع الالتراموكس ايه؟ الالتراموكس سيمبلي الميكانيزم اوف اكشن بتاعه انهبيشن للبكتيريال سيل وول سيرفيس. طبعا كلنا عارفين ان الانتي بايوتكس ليها ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن، في اللي بيشتغل على الدي ان ايه عشان يبقى بكتيريا سايدل، وفي اللي بيشتغل على السيل وول، وفي اللي بيشتغل على فور اكزامبل الدي ان ايه او النيوكليس بتاعت البكتيريا. الالتراموكس از اموكسيسيلين بيشتغل بميكانيزم اوف بكتيريال سيل وول سيرفيس انهبيشن. طيب في بعض الاسئله اللي ممكن تبقى موجوده في البراكتس بتاعنا النهارده، زي مثلا لو عندي بيشنت عنده رينال امبيرمنت، الالتراموكس سيف لغايه ما يكون الرينال امبيرمنت او الجلوميرال فلتريشن اكتر من 30 ملي جرام في الدقيقه، 30 ملي لتر في الدقيقه. طب لو قل الجلوميرال فلتريشن عن 30 ملي في الدقيقه يبقى في تيبل يحدد الدوزز. الدوز الاساسيه زي ما كلنا عارفين طبعا لو انا بتكلم في الكونسنتريشن بتاع ال 1 جرام او ال 1000 ملي جرام من الالتراموكس بيبقى توايس دايلي، تمام؟ 625 بيبقى 3 تايمز دايلي. طيب لو انا عندي بيشنت عنده رينال امبيرمنت لو هو اقل من 30 ملي جرام او اكتر قصدي من 30 ملي جرام نو بروبلم بشتغل بالدوز اللي ريكومندد، لو اقل من 30 لغايه 10 ملي جرام او ملي لتر في الدقيقه يبقى ساعتها الماكسيمم دوز 625 توايس دي.
طب لو اقل من 10 ملي في الدقيقه ساعتها الدوز بتبقى 625 مره واحده في اليوم. ده الرينال امبيرمنت ادجستمنت في حالات البيشنت اللي انا هديله الترا ماكس. طيب بالنسبه للبريجننسي لابتيشن فهو الالترا ماكس السيف كاتيجوري بي في البريجننسي. اتس اوكي تو بريسكرايب الترا ماكس ديورنج البريجننسي اند ديورنج لابتيشن ايفن. في بعض البراكتس بتقول ان لما بدي الامكسيلين كلافيلينك زي الالترا ماكس اتس بيتر ان انا اديه قبل الاكل او في وسط الاكل علشان بعض البيشنتس ممكن يحصل جاستريك ابسيت. طيب البرايسز ال 625 تابلتس هو عباره عن شريطين سعره 37 جنيه وال 1 جرام شريطين برضه وسعره 46 جنيه. طيب تصور الموضوع دي اخر سلايد. احنا عندنا نتكلم على تو كونسنتريشنز من الالترا موكس امبوسيلين كلافيلينك. الاولاني 625 والثاني 1 جرام الترا موكس. وطبعا لو احنا بنتكلم في حالات الجراحه في بكتيريا انفكشن سواء جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف ستيل الترا موكس عنده جروث سبيكتروم بيكفر النوعين من البكتيريا. عنده سوبيريور اكتيفيتي اجينست الهيموفيلس انفلونزي والستريبتوكوكس نمونيه. وطبعا ستافيلوكوكس وستريبتوكوكس بجميع انواعها و فيري افوردبل و ريكومندد بالذات في حالات الجراحه افتر اورال سيرجيكال انترفنشنز و بوفر اريديجيشن فور سيفيريال بكتيريال انفكشن سواء جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. ثانك يو شكرا.